سمارت سواي اف ام. الحياة مسارات في توسع وتزايد مستمر. برنامج تايم لاين المباشر. يومياً. على سمارت سواي اف ام. حليمة، أنا وصلني خبر من الإخراج إن الدكتور موجود معنا. صحيح. دكتور 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 صلاح، يعني إذا حضر الماء معاكم إذا حضر حضر الماء بطلت يم هنتكلم مش موجود. كلكم الماي ما في. يعطيك العافية دكتور، أهلا وسهلا فيك ومرحبا في تايم لاين. دائما تسعدنا بحضورك يوم الاثنين والخميس. الله يحفظكم، شكر لكم. أنتم اللي قايمين على العمل العظيم هذا. الله يكرمك دكتور، بالعكس أنت صنعت لنا تايم لاين جميل جدا. يعني أنا توني يا دكتور أتكلم. أحلى إذاعة. الله يكرمك يا دكتور. يعني أنا قاعدة أقول توني الحليمة، دكتور حليمة من المغرب. ونعم فيها حليمة معروف. وإحنا من السعودية وأنت من الكويت. وأصدقائنا من كل مكان، كان عندنا أمس مذيع من أمريكا، فقاعدة أقول we are connected around the world. بالضبط بالضبط. دكتور حوارنا اليوم كان عن المحور الجديد اللي أنت بديت فيه اللي هو التجارب الجديدة، وقلنا أنه ينزل تحتها أربع محاور: مغامرة والجرأة والتجربة والاتساع، وأنت تفضلت بتسجيل صوتي في سمارت سواي. نعم. هل في شيء معين المفروض أن نركز عليه في كلمة تجارب جديدة؟ يعني إحنا دكتور أول ما سمعنا الفكرة يعني حسيت أنها سهلة، يعني تجربة جديدة، بس لما سمعت إنه التجربة هذه ما تقوم إلا بأساسيات. صح، يعني هو في بعض الناس يعتقد أن التجربة مسألة عفوية، يعني هو يسميها إذا تذكرون كثير دردشنا على موضوع في نظريتين بالحياة، في السبونتينيس اللي يعتقد أن الحياة عفوية كذا، وفي اللي يعتقد أن الحياة بلاند، يعني أنت بالنهاية في عندك رغبة وفي عندك خطة وتبدأ تحقق وتشوف. يعني الغالب الناس حتى اللي يعتقدون في أنها بلاند يعني مع الطريق يبدون يحبطون، يصيرون هم عفويين، يقومون يقول لك لا خلها، يعني خلها، هاي كلمة خلها على الله على فكرة هي سلبية، مع أن الأصل فيها إيجابية. يعني المفروض أنت لما تقول خلها على الله يعني المقصود فيها بإذن الله أن الله حيعيني وححققها كذا، يعني هذه معناها اللي أنا أفهمها، بس أنا مع الطريق بديت أفهم معنى ثاني. خلها على الله، لا تسوي شيء خلاص، يعني افقد الأمل وخلها على الله، يعني صارت معنى سلبي ما هي معنى إيجابي، مثل كلمة لا حول ولا قوة له. إذا سمعت واحد يقول لا حول ولا قوة، في مشكلة صح ولا لا؟ أكيد. يعني تشير إلى وجود مشكلة كلمة لا حول ولا قوة. الله أكبر، يا بيفجر شيء، في تفجير جاي، يا اما بتصير هوشه بين اثنين، تعرف اثنين يتحاربون اليوم كل واحد يقول الله اكبر، ما تعرف مين اللي هو. طيب دكتور، في اسئله جتنا على الموضوع هذا في تويتر، في عندنا صديقنا محمد حسان. بس ختاما للكلام اللي مسا عن التجربه، يعني هم اسقلها، اسقل التجربه، يعني اسقل التجربه بحيث انها تعملها مثل لما تسوي تجربه علميه. انا ضربت مثل في التجربه العلميه، يعني انه لما تسوي تجربه علميه مهم، مو مساله عبطيه صح ولا لا؟ هي لا، أنت تحط الأساس أو شيء، تدرس إيش اللي موجود، تشوف كل، يعني حتى لو بسوي مغامرة، يعني بروح مغامرة، رحلة مغامرة معينة، بروح حق شلال ولا بصعد جبل ولا أول شيء ببحث، بشوف، بحط استعداد، بجهز، بحط المثد اللي أنا بمشي عليه،
وبعدين يعني بعدين أخذ الخطوة. هي فمو شيء عفوي، تترك العفوية بالنص لما تبدأ تطبق العفوية، لما تتخطط للرحلة، ولما تدش لما تدخل في الرحلة الآن ممكن تصبح الآن تستمتع بالعفوية اللي فيها. فالتجارب يعني أيضا لازم تخطط، لازم تصطل. أنا لا أعتقد بالحياة العفوية، أنا ما أتبنى منهج أوشو ولا منهج وين داير ولا إيكارت تول في قضية العفوية كذا. هي أنا أعتقد أنها على المدى البعيد ما تنفع، تنفعهم هم كناس واصلين إلى مستوى عالي وكبس، ما تنفع بقية الناس. في الحقيقة المنهجية هذه على المدى البعيد تضر المجتمعات، تضر وذلك لابد يعني إذا تبنوها مجموعة من الناس لابد أن ينعزلوا. وذلك منهج أوشو هو منهج انعزالي، مثلا منهج إيكارت تول أو منهج وين داير هو منهج تفردي، ما ينبنى عليه مشروع، ما ينبنى عليه فكرة، ما تقدر تنشئ فيه كوميونتي، فلأنه هو منهج عفوي ومنهج تصوفي. إن حتى التصوف انقسموا إلى قسمين، يعني بالنهاية هم اضطروا بعد فترة طويلة يمكن مئات السنوات من الزهد، اضطروا أن هم عرفوا أن المنهج هذا ما حيعمل بهذه الطريقة الزهدية كذا، فاضطروا ينشؤون سيستم جديد. لذلك الصوفية في الإسلام اختلفت عنها في المسيحية والبوذية والهندوسية بالذات، يعني صارت حاجة مختلفة. صارت الصوفية عندنا في الإسلام تلقى جماعة صوفية. شلون جماعة صوفية؟ ما يصير. يعني الأساس في التصوف أنه هو انفرادي، هو انعزالي، هو زهدي، فكيف يصير جماعة؟ بس صاروا جماعة إيه، لأن رأوا أنه صعب الحياة تستمر. فبما بعد في الإسلام مثلا خلقت الزوايا، أو خلق المريدين، وخلقت الجزء، هذه كلها إضافات، لأن شافوا أنها هي مو موجودة عند البوذيين والهندوسيين والمسيحيين، ما هي موجودة. الزهد معروف أنه هو عزلة تامة، حتى لو كان الشخص مع أستاذ أو معلمة أو شيخة، هم يظلون في معزل عن المجتمع، ما يختلطون المجتمع كثير يعني. لكن هذه تغيرت، صلاح الدين سوى جهاد أصلا، صلاح الدين صوفي، كيف أنت صوفي وكيف دخلت في حرب مع الصليبيين لأن اضطر يغير المنهج، اضطروا أنهم يغيرون المنهج ويخلونه أكثر واقعية يعني. هذه بس في تتمة الكلام، تفضلي من سوري. لا بالعكس دكتورة، يعني المعلومات اللي أعطيتنا إياها جدا قيمة ومشكور عليها. عندنا محمد حسان من أصدقائنا يقول تجارب جديدة تتطلب قرارات جيدة وقوية على الأقل من وجهة نظري. سؤالي، كيف أحسن جودة القرارات وما هي الطرق المناسبة لقرارات جيدة، مع العلم أني كنت في يوم تحت حماية اللا قرار أو قلة القرار؟ حماية دكتور، حماية يعني يتخفى بالضبط. خوش عرضين القرار، يعني مسألتين في موضوع القرار كذا. المسألة الأولى وأنا حطيتها في سال، يعني مسألة عميقة جدا في قضية تحديد القيم، لأن كل قرار قاعدين ناخذه طوال الوقت هو مبني على القيم اللي احنا نحملها في الداخل. يعني ايش القيمة اللي انا احملها، ايش الشيء اللي يعطيه قيمة، حيطلع منا الآن قرارات، وحتخذ قرارات قد تصل إلى قرارات خطيرة. اليوم احنا تقريبا كل معدل تقريبا كل 40 ولا 45 يوم تطلع لنا ثورة جديدة، يعني كل تقريبا معدل 40. أو العرب تعودوا الحين، خاصة عندهم برمجة، كل 45 يوم تقريبا عندهم ثورة، ما عاد حد يستنكرها دكتورة، وخلاص صار عادي وكذا، شعرنا صارت عادي. بالضبط. وكل تقريبا 60 أو 65 يوم تقوم حرب، فإحنا متوقعين مثلا، نسأل الله العافية كذا، بس متوقعين خلال أيام ولا كذا حتصير في شمال غرب سوريا ولا كذا، لحياة الأكراد مع الأتراك ومع كذا، وحندخل في الحين دوامة جديدة يعني كذا. فالفكرة أنه هو ليش قاعد يحصل هكذا، لأنها تضارب قيم. يعني احنا اصلا ما نعرف نقعد على الطاوله ونحدد قيمنا. انا تعرف شنو اسوي مع اسرتي، مع الاولاد ومع اولاد الاخت واولاد اخت، ايش اسوي لهم؟ اسوي لهم جروب كذا، بحيث ان احنا يا جماعه تعالوا نحدد قيمنا، فانا واهلي واولادي وكذا نحدد قيمنا، بعدين خلينا نتفق على قيم اسريه، قيم عامه هذه نتفق عليها. ليش؟ لان اذا صارت متصادمه حنبدا ما نستطيع نتوافق في اتخاذ القرار. فمسألة كثير 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 مهمة وجوهرية، أنك أنت الآن كمستمع أول شيء تحدد مسألة القيم عندك. كيف تحدد مسألة القيم إذا ما عندك برنامج سال أو ما عندك برنامج آي فوكس؟ فلأن هي مو مضمونة، مش مشمولة في كتاب كيف تخطط، أنا ضفتها بعدين.
تقدر على الأقل أنت يعني تحددها، بحيث أنك معنى قيمة إيش الشيء اللي تعطي قيمة في حياتك، هاي معنى قيمة. فممكن تقول أنا أهم شيء بالنسبة لي الحرية مثلا، إذا كنت أنت تعتقد أن أهم شيء بالنسبة لك الحرية وأنت عربي، فالله يعينك، لأن الآن يعني حتحصل صدامات كثيرة في حياتك. يعني كونك أنت عربي وفي وطن عربي، هذه القيمة غير لائقة أنها تكون في التوب، يعني تكون من ضمن القيم العالية. إذا كنت امرأة بعد بعد وحاطة هذه شكرا دكتور معناها ستزداد الآن ستزداد أضعاف حتى من الرجل. يعني الرجل عادي حيطلع ثورة ويزوي حروب وكذا وحنستمر على الموضوع، لكن المرأة الآن كيف هي مشكلتها في موضوع الحرية، مرتبط حتى في اللي حولها بعد، يعني مو بس بالدولة وبالمجتمع وبالوطن وكلا، مرتبط حتى حول. فيجب هني إدراك مسألة القيم هذه. طيب أستغني عن الحرية تماما؟ لا طبعا، لكني أخفضها. مثلا أنا لما كان عندي أول في السابق كانت هي قيمة الأولى أو الثانية، إحنا نسمي القيمة الأولى القيمة الحاكمة في مصفوفة القيم، كانت الأولى أو الثانية، أنا كنت كثير أعاني، كثير أعاني، يعني لأن أي شيء ممكن يثيرني، أي مسؤول يقول أي كلمة يثيرني، أي ما أعرف شيء. إذا كنت أنا الحين أصلا يعني بالنسبة للناس كثير مشاغب في هذه المفاهيم، ومع ذلك الحرية عندي كثير انزلت. يعني أنا ما أدري كم صارت، هي 7 أو 8 أو شيء كذا، انزلت كثير، يعني ما صار، ما عادت 1 أو 2 يعني كذا. بس طبعا ضمنت أشياء تشمل الحرية وصعتها فوق، بس عشان ما أكون في صدامات. فالقصد عشان بس نبسط المسألة للمستمع، أنه هو يكتشف مصفوفة قيمه. يعني مثلا على الأقل أول 4-5 قيم، شنو أهم شيء بالنسبة لك في الحياة؟ شنو اللي تعطيه قيمة لعلى؟ هل هو الدفء العائلي؟ هل هو السلام الداخلي؟ هل هي الصحة الجسدية؟ هل هي الصداقة؟ هل هي العافية؟ هل هو النجاح؟ هل هي الوفرة؟ المال؟ العمل؟ إيش؟ يعني حدد هذه القيم. والقيمة معناها أن أي حاجة تعطيها قيمة، بعدين تبدأ تضاربهم مع بعض حتى تكتشف في مصفوفة القيم أي هو الأكثر. لو كان عندك برنامج سأل هو يسويها لك، يسألك 20-30 سؤال كذا، بعدين يعطيك المصفوفة، يقول لك أنت كذا قاعد تفكر بهذه الطريقة. لأن إحنا في الحقيقة بالنسبة لمصفوفة قيمنا، القيمة الحاكمة هي تأخذ 40-50% من قراراتنا تقريبا، يعني. بعدين القيمة رقم 2-3-4 قاعدين يأخذون بهالحدود 40 شيء كمان، بعدين الباقي ما قاعد، يعني مثلا القيمة رقم 10 تقريبا 0 قرارات، يعني ما قاعد تأخذ أنت قرارات متوافقة معها، رغم أن أنت تعتقد أنها كثير مهمة بالنسبة لك، بس أنت ما قاعد تأخذ قرارات بالنسبة وفقا لها. فهذه أول مسألة، مسألة أن أنت حدد قيمك عشان تعرف تأخذ قراراتك صح. المسألة الثانية، اتخاذ القرار هذه عادة، وحنا مرة أخرى كعرب مش متعودين، حنا ما نأخذ قرار، لأن القرار يأخذ لنا الشيخ، يأخذ لنا المعلم في المدرسة، يأخذ لنا الحاكم، يأخذ لنا السياسي، يأخذ لنا الأب، يأخذ لنا الشيخ القبيلة، يأخذ لنا. فإحنا متعودين أن القرار مو شيء ذاتي، يعني هو القرار دائما في حد ثاني قاعد يأخذ لنا القرار، حتى تعودوا، حتى الكبار اللي عندهم القرار قام متعودين يأخذون قراراتهم برا يعني. فهذه إشكالية كبيرة، يعني أنت المفروض أن كل إنسان، كل شخص يتحمل مسؤولية قراره. مساعة قاعد أردش مع أمي وقاعد تقول لي فلان وكذا شيء فلان، فأقول لي أمي خلاص لا تشيلين هم كثير، لأن إحنا ما نقدر نغير الناس يعني، it's too much، خلاص خلي يروح المستشفى، لأن إحنا عندنا مبدأ إحنا ما نروح مستشفيات، فبس نروح إذا مضطرين كذا. فأقول لها خلاص خلي يروح المستشفى وعادي يعني، خلي لعله يتحسن هناك وكذا. قالت لي قلت لها بس خلاص يعني عيش طول حياته، أنا داخل المستشفى ما يطلع خلاص، فهو فيستمر كذا وتتحسن حياته جزء ما يعيش. قالت طب ليش أنت قاعد ترها؟ قلت لها أنا صعبة، إذا كنا حنا اللي نعتقد عندنا هالمعرفة وعندنا هالوعي كذا، بالنسبة لنا كثير صعبة، كثير صعبة أن احنا مثلا نستغني ونبدأ نشتغل على نفسنا، ولو صار عندنا مشكلة وأزمة نشتغل عليها فنحس بصعوبة. فكيف باللي أصلا ما عنده معرفة وين حتبدي معاه يعني؟ خلاص خلي يستمر يعني، أوكي يعني خلي يستمر باللي هو كذا، ونعين نعين ونعاون، عشان كنا خلي نعين ونعاون. مسألة اتخاذ قرار مش مسألة سهلة، مو متعود عليها العرب. تشوفين لما نكتب تغريدات وكذا، غالبية الاعتراضات إيش هي؟ هي في الحقيقة اعتراضات لا مسؤولة، دائما هي اعتراضات لا مسؤولة، إن هي تبي تحيل الكذا إلى مثلا ما يشين التغريدة كتبتها قبل كم يوم مالت السمنة، ما شين تكلمت عنها بالخاطر صح ولا؟ واحد مثلا يعني حاط يعني
فقرة لطيفة كاتب إلى هيئة الغذاء مشان كذا، مثل هذه التغريدة ممكن تتسبب في أذى ناس ما يأخذون أدوية وما أعرفش إيش أو كذا، ما هي هذه أو مالت سرطان أو كذا. فشوف إلى أي درجة هو يبي حتى هيئة الدواء والغذاء كأنها تتدخل في حياته، وأنها ما تسمح لأي أحد يغرد ولا تسمح لأي أحد يتكلم. أنتوا وينكم أنتوا يا جماعة الهيئة الكذا وكذا، أو في الكويت عندنا وينكم يا الداخلية، وينكم يا الكذا، ساعات حتى وينك يا الحاكم، لما طلعوا مسيرات ولا كذا في الكويت وصلت فيهم أنه وينك يا الحاكم، يعني مو متعودين، مو متعودين على قضية أنه ممكن تكون مؤسسة هي اللي تأخذ القرار. إن حنا مثلا ممكن نحسن في قرار مساواه، الأخوة العراقيين قاعدين يسألون شن نسوي زي الحين في ثورة في العراق، لا أخي الكلام صار مكرر بالنسبة لي من 2011، نقعد نقول نفس الكلام صح ولا لا؟ من أول ثورة قامت وقاعد أقول مساع، أقول حق زوجتي أقول لها يعني الله يرحم أيام مبارك، بصراحة كثير كان في تطور في البلد وكثير في كذا كذا، قالت لي بس هو يعني سوى وبعد يعني ردت عليه يعني كلنا بالأول سوى يعني سمع كلها ردت على، لكن إيش سوينا إحنا يعني يا زيد ما غزيت كل ثورة نجيب هذي ما أعرف إيش كذا، فإحنا مو عارف أقول بالعراق طب شو نسوي إحنا؟ ماكو فائدة طول ما إحنا قاعدين نثور على الحكومة، يعني إحنا نقصد إن الإصلاح يأتي من الحكومة، ما زلنا نفكر في طريقة المهدي وطريقة السيد وطريقة الولي طريقة دكتور. هذا كله هذا كله خوف من اتخاذ القرار صح؟ إيه خوف من اتخاذ قرار ولا مسؤولية، لا مسؤول إن أنا أقرر من قرارة نفسي، يعني إن أنا داخل قرارة نفسي. الجماعة اللي خطوا هذا التايم لاين وقاعدين يشتغلون على المحبة وسام ناس مسؤولين، هم ناس مسؤولين، هم قاعدين يشتغلون على نفسهم طوال الوقت، قاعدين يشتغلون على مجتمعهم اللي حولهم، قاعدين يشتغلون على جروبات صغيرة، ناس مسؤولين يرون وقاعدين يشتغلون، ما يبون بس على طول نفجر ولا نكسر ولا نعزل ولا نسقط ولا ما أعرف إيش وتجينا الحل، ما تيجي الحلول بهذه الطريقة، ما في مهدي أوكي، ما في منقذ، ما في منتظر، ما في جسمك، ما تأتي الحلول بهذه الطريقة، لو جت بهذه الطريقة أيضا تفسد. فالقرار في كل شيء في الحياة حتى على المستوى، أنا أضرب أمثلة سياسية بس عشان تتضح الصورة، لكن هي حتى في القضايا الشخصية والذاتية، في كل قرار في حياتك يجب أن تأخذه step by step، خطوة خطوة. لو بحسن من صحتي كل يوم شوي، كل يوم لما نفسيتي كل يوم شوي، أنا إنسان مسؤول، ما بأشياء ساحرة بسرعة على طول وكذا وتشيل الحلول السحرية. أوكي ممكن يحصل لي إن بسرعة تتحسن نفسيتي وكذا، لكن إذا بحسن من حياتي، حياتي it's a process، هي عملية مستمرة. هذا السؤال الظاهر خذ كثير هو فتح أبواب، هو فتح أبواب كثير دكتور يعني فعلا، وفعلا هي كانت مشكلتنا الأساسية عدم القدرة على اتخاذ القرار وإسقاطه على الآخرين. يعني حتى لو صار شيء بعد ما أنا أتخذ قراري أدور لأحد أرمي عليه صحيح ألومه ومنهجية، كأنها صارت منهجية الحالة بالضبط. إحنا دكتور كمان جانا سؤال من كوتش سيمو، كيف ممكن أحقق الاستعداد الصح لعدة مشاريع قادمة؟ الصوت الداخلي متردد، مع الشكر والامتنان. أو شو الاستعداد يعني تكلمنا عنه ويعني حدثنا عنه بالسابق، كيف تستعد، لأنه كان في شعارنا أظن في الشهر الماضي صح، فدرشت عنه كيف تستعد وتستعد صح وكذا يعني لكن نجاوب على الشطر الثاني اللي هو يعني الصوت الداخلي لما يتصادم مع شنو، يعني أحس أن الصوت الداخلي قاعد يقولي لا وكذا، لازم أحسمه، لأن ما أقدر يعني ما أقدر أتصادم مع الداخل، ما يعني بالنهاية الداخل حيغلبني، فما أقدر أتصادم معه. فعندي حلين، يا خلاص أستجيب للصوت الداخلي وما أدخل هذا المشروع أو ما أدخل في هذه الشراكة أو ما أدخل في هذه العلاقة أو كذا، أو أني أحسم هذا الموضوع، خلاص أشوف إيش المخاوف أو الأشياء اللي موجودة كذا وأحسمها. لأن بعض الأحيان الناس يعتقدون أنه هو صوت داخلي، بس هو مو صوت داخلي، قد يكون مخاوف، المخاوف ما هي صوت داخلي. ذاك تشيرشل كان يقول، تشيرشل قاد أعظم حكومة في بريطانيا بذاك الوقت، كذا كان يقول أني ما أنا لا أستمع إلى مخاوفي، مخاوفي مستشار غير جيد. اوكي هذا مو المستشار الصحيح والمناسب انك انت تستشيره. فاذا كنت انت خايف اتس اوكي، انت خايف تعامل مع الخوف الان كذا، بس انا ما حستمع لخوفي، خوفي شيء مضطرب، الخوف اضطراب، ما هو صوت داخلي هذا. اوكي الحذر مختلف، هناك فرق كبير بين الحذر وبين الخوف، اني انا اكون اخذ حذري مثل في الايه القرانيه وخذوا حذركم، ان ناخذ الحذر هذا ذكاء، هذا وعي،
هذه فطنة الشخص من كذا، احنا سميناها بلان بي. اوكي، احنا نحط المصطلحات القرآنية تجد لها، بس احنا مصطلحات معاصرة، بس احنا نحط لها المصطلحات المعاصرة عشان نصير اكثر وضوحا يعني. لان المصطلحات كثيرة الشرعية وغيرها مشوهة، فلذلك الحذر زين، لان الحذر وعي، الشخص يكون عنده الوعي وكذا. فلذلك الصوت الداخلي يجب ان تنتبه، هل هو صوت خوف ام لا؟ صوت يعطي هو كل راحة واريحية، قاعد يقول لي لا، that's not a good idea، هذا مو جيد الفكرة، نعم ولا لا يا قلبي، أنا قاعد أسأل صوت داخلي يشير لي لا، خلاص لا لا، ما له داعي أني أتصادم معك. أو أني قاعد أحس بداخل أحس خايفة ما أدري أخذ قرار، هذا مو مستشار زين، خلاص أنا أعالج مخاوفي الحين وبعدين أسأل قلبي. أنا الحين في غشاوة اسمها خوف أو تأنيب أو ما أعرف إيش وكذا، فهذا يعني يجب أن يحسم. لكن إذا كان الجواب اللي يسيم وكذا، إذا كان قلبك مصر، يعني صوتك الداخلي مصر على ألا أو نعم، توكل على الله يعني، خلاص معناته نعم. أو إذا قال لك لا ومصر بدون مخاوف بدون كذا، معناته لا يعني، خلاص أبحث عن شيء آخر. دكتور، من فكرة التردد هذه، يمكن أغلب الأشياء اللي إحنا نتردد فيها الجانب الفكري، أنه نخوض تجارب جديدة في الجانب الفكري، صحيح؟ الجانب الفكري المقصود فيه شنو يعني؟ مثلا أفكار جديدة ولا منهجية جديدة ولا منهجية جديدة؟ يمكن نقدر نقول يعني مثلا يعني زي الأشياء الشغلات اللي بتطرحها أنت بتويتر، اللي هي الجوانب مثلا الدينية، أي فكرة تجربة جديدة في الموضوع، مجرد أن احنا نحاول نزحزح الموضوع هذا تبدأ الأصوات انفجارات. دكتور، انفجارات تويتر عندك. إذا كانت ولازم نصيح، الله أكبر، إذا كانت هي مخاوف، في جماعة هذه مخاوف، إذا كانت لا هي مش مخاوف. أنا أعتقد أن أنت اللي قاعد تقوله صوتي الداخلي قاعد يقول أن هذا لا، يتخالف، يتصادم مع الإنسان، يتصادم مع الدين القويم الصح. هذه أوكي، هذه قابلة للفكرة وقابلة للنقاش، وصلاح الراشد حالها حال غيره يخطئ ويقول وكذا ونكلمك. لكن إذا كانت مخاوف، وأنت تلاحظون أنها معظمها مخاوف، وكيف تعرف أنها مخاوف؟ هذا يهدد الدين، هذا سكذا، هذا راح الناس ستستمع إلى كلامه، المأكلة تخويف. فالمخاوف هذه عادي، ما هي موجودة من زمان، حتى مع الأنبياء وكذا، لما طلعوا قاموا يخوفون، ديروا بالكم ترى هذا يفرق بين المرء وزوجه، ديروا بالكم ترى هذا مجنون، ديروا بالكم ترى هو ساحر، ديروا بالكم ترى هو يعني بمصطلحاتنا اليوم دجال، نصاب، كذا. هذه كلها قيلت مذكورة بالقرآن الكريم، مو على كل نبي مر، عادي طبيعي. ليش؟ لأنها صادرة من خوف. لكنها لو صادرة من فكر، لو نقاش، اتسوكي، بالعكس المفروض كل نبي يرحب بالفكرة، قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين، تعالوا نقعد نتناقش عادي يعني. يا دكتور، كأنهم عايشين في منظومة فكرية محددة، صحيح؟ طبعاً. وبعدين أنا عاذرهم، طبعاً أنا عاذر الشخص، يعني هو يعني أنا وأنتي كذلك وكلنا، إحنا في العمق نخاف من التغيير المفاجئ كذا، لو إن فكرة التغيير نخاف منها. فأي قرار، أنا أحس، حتى أنا أحس دكتور أتناقش كذا، أقول حق زوجتي، أقول لها لما ناخذ ما اخذ قرارات احس كذا كذا، يصير عندي نوعا ما تخوف، ويصير عندك صح ولا لا؟ تقول نعم، يصير عندي كذا. فاقول لها اذا حنا المفروض اللي احنا فاهمين هذه المساله ودارسينها دراسه ونعرف منطقه الارتياح قاعد يصير معنا، كيف بقيه البشر؟ شلون الناس كيف اللي ما عنده فكره وما يعرف شنو موضوع منطقه ارتياح؟ فاحنا طبيعي لما نحدث تغيرات تحصل عندنا زعزعه في البدايه، لانها مش مرتاحين لها. غالب الناس لو أخرجت من التعاسة إلى السعادة فورا ما حيتقبلها، أخذ يؤذيك. من التعاسة إلى السعادة؟ إيه، لو أخرجت من التعاسة إلى السعادة، أنا أقول كبيرة يعني، كبيرة. أو أخرجت من المرض إلى الصحة فورا، أو أخرجت إلى من العبودية إلى الحرية فورا، قد يؤذيك على فكرة. أنت لو سويت له هذه الخدمة قد يؤذيك، لأنه هو يعني يعتقد أنك أنت فركشت حياته يعني. فلذلك الأصل في التدرج مطلوب، الناس ما تتقبل الفكرة، وكلنا كذا، كلنا مش كذا. أنا دائما أدعو في منهجيتي كذا، دائما أدعو إلى قضية التدرج، صح؟ دائما أقول يا جماعة تدرجوا، كل واحد تسوك يعني، خذها خطوة خطوة كذا. أنا عارف في بعض الناس وده يغير بسرعة وحقه ويقدر،
بس أنا أتخوف منها لأني ما أضمن، يعني قد يكون بين الأمية يمكن 80-90% حيعملون سلف سبتاج، حيعملون تدمير ذاتي لأنهم ما يعني ما يتوقعون ولا يقبلون أنهم يتحسنون إلى هذه الدرجة وبهذه السرعة في العمق، في العمق ما يتقبلون هالفكرة. فبالتالي التدرج يعني نسبيا، فذلك احنا الكلام يقول كذا، انا اتخوف على الناس انهم يشاركون معنا في تويتر، وانا والله ندعوهم يعني اقول لهم يا جماعه لا تشاركون معي في تويتر، لا تيون حساب تويتر يعني، وابدوا في البدايات الصحيح يعني، ابدا في شيء اقل، مثلا ابدا مثلا في رساله من الكون، ابدا في برنامج مثلا كابوتشينو في اليوتيوب، يعني ابدا سلام للتغيير الذاتي، ابدا في كذا شيء، اقرا الكتب القديمه 100 فكرة للسعادة مثلا، كن مطمئنا كتمرحل يعني كذا، إذا كنت يعتمد، إذا كان شخص واعي وقارب كلا خلاص عادي يعني كذا وعنده القبول. فإذا يعني باختصار، إذا كنت أنت ما قاعد تتقبل تغريداتي في تويتر يعني بصراحة هذا مو المستوى اللي المفروض تبدأ فيه، فابدأ في مكان ثاني وبعدين نرجع كيفك عاد، بعدين تقبل أو ما تقبل هم حر يعني، أنت بالنهاية مو كل اللي نقوله هو ما هو قرآن كريم، عادي كلام وكذا يتغير مع الأيام ويتعدل ويتضبط وغير يعني. وساعات أنا أقول متعمد لأني أقصد في حاجة ثانية، أقصد أن أنا أنتبه إلى كل الاعتراضات وبالتالي أدرسها يعني. أي مؤلف أنا بسويه دائما أول شيء أثير الموضوع بعدين أحصل على كل الاعتراضات، تعلمتها من أساتذة كثيرين منهم الدكتور عبد الله النفيسي، وكنت أنا ما أوافق منهجه بصراحة ولا أعتقد بأن منهجه صحيح مع احترام وتقدير له يعني جدا يعني كاحترام الشخص كبير له، لكني ما أعتقد أن منهجه طيب ولا يخدم لا المجتمعات ولا الفكر الحقيقي، لكن طريقته كانت ذكية جدا. كان حتى لما بغى يكتب كتاب عن الحركة الإسلامية نزل مقالات ضد الحركة الإسلامية، فدزوا عليه اعتراضات وكتبوا مقالات فجمعها كلها وبعدين طلعها في مؤلف. هاي طريقة كثير ذكية، فأنا أسويها ساعات في التغريدات، أكتب شيء وأستمع على كل عرض تلقاني قاعد أدونها، أدون وأسجل وأصور الملاحظات وأكتبها وكذا كذا، بعدين تطلع عندي في إصدار، تطلع عندي في مؤلف، في كورس، في كذا، فأقدر أستخدمها كذا. فهذه مو مناسبة لشخص مبتدئ يعني، حس في اضطراب يعني، ممكن نقول كلمة وبعدين نقول مناقضتها بعد فترة وكذا. لكن لما تروح تشترك في الأكاديمية ما يحصل لك هذا التناقض، الأكاديمية منهجية تبدي خطوة خطوة كذا وتمشي بالمنهج التأسيسي. عشان كذا دكتور أنت ما تتدرج في تويتر كذا، ما أدرج فتقوم تثيرهم كلهم ساعات مو بس الناس حتى تفاجئني أنا يعني على حسب اللي طلع هذا يحصل. أنا أشفق على كثير من الناس يعني، خاصة هم مساكين قاعدين يأخذون بلوك يعني كذا، فهو يعني أشفق عليهم أقول ياريتهم يبدون في مكان، عايز تنزل ملاحظات بس يسوي زي ما فما عندي. على كل تويتر هو تنمية فكر يعني، أنا يعني أناطح فيه الفكرة حتى بس أطور الفكرة فيه، ما ملاقي مكان ثاني وين أروح، لا عندنا برلمانات مثل البشر ولا عندنا معاهد مثل البشر ولا عندنا أماكن نقدر نتناقش فيها يعني مفتوحة كذا، ما عندنا جنسون زي. فتويتر بالنسبة لنا هو المكان اللي نقدر نمارس فيه هاي في الفكرة. إن شاء الله توصل هاي الرسالة لكثيرين يعني إن شاء الله يعني. إن شاء الله جاوبنا على السؤال صح؟ لا جاوبنا سبنا بعد. في سؤال من خالد، ما هي طريقة التربية بدون تأثير البيئة التي حولها والذي يتوجب علي فعله حولي ناس غير واعين بالتربية؟ حتى أنا مو واعي بالتربية ومو مؤمن فيها الحين نروح نشوف تويتر دكتورنا القريب. أنا عد بكل صدق يعني عد نفسي فاشل في التربية، ويمكن من هذا سبب عدم إيماني فيها يعني كذا، وكثيرين يخالفوني يعني أساتذة في التربية قد يكون لا ما نوافق على الكلام هذا والكلام، وأنا عد نفسي فاشل يعني مع الأولاد. لا عد أمي دكتور، لا عد نفسي جدا فاشل في التربية، وعد أمي وأبوي فاشلين جدا يعني، أمي وأبوي فاشلين جدا ما يربون كلش، ما ربوا يعني، وهذه من حسناتهم وأنا أشكرهم شكر عظيم جدا، أنا كثير ممتن لأمي وأبوي يعني لأنهم ما ربوا أصلا، ما قدروا يربون لأن واحد عنيد مثلي كذا وين يربون في هذا القيم دكتور حقتك القديمة بالضبط صح، فذلك ما قدروا ما أقدر عايز حاس أبوي معاي وكذا ما يعرف شو يسوي، مرة وداني مصر بعدها وداني لندن بعدها باب خلنا نجد له حل ونقال حل، وهم ما ربوا، وهذه شكرا لهم انهم ما ربوا، لان لو ربوني اقصد في التربيه اللي هي التربيه الاعتياديه يعني كذا، طبعا هم اكيد اعطوني اخلاق، انا هذه واحده من الاشياء اللي تشوفني انا، فانا ما اسب ما اشتم ما كذا، نادر ما تطلع مني، ساعات تطلع مني كلمات متعمده في تويتر بس اقصدها يعني كذا،
لكني في طبيعتي كذا في بيتنا ما عندنا. أنا كل عمري ما قلت لأولادي سوري بس بقول كلمة هيك، بس عمري ما قلت لأولادي غبي حمار ولا كلب ولا غبي غبي دكتور اللي ما أقول غبي ولا كذا، ما مستحيل ما صدرت مني يعني لا من عيالي الكبار ولا الصغار يعني، فما تصدر الكلام صعب جدا لأني ما أعرف مو في بيئتنا ما، فأكيد تعلمت منهم أخلاق يعني هم كانوا هم نموذج صح. فأمي عمري ما سمعتها تسب بحياتي، عمري ما سمعتها تسب سبة وسخة ولا شيء، عمري ما سمعتها، ولا عمري سمعت أبوي يقول كلمة مو طيبة يعني ما صدر منه يعني. يمكن سمعتها مرة قال حمار ولا ممكن، بس طبعا مو لنا، بس قالها بطريقة عفوية ولا كذا، بس طبعا يعني أكثر من كذي أعتقد كانت تومش. فما عندي إيمان كبير بموضوع التربية، بس أنت أنك تكون ذكرتها أكثر من مرة التربية، أنك أنت تعلمهم كيف يأخذون القرار، تعلمهم توجد لهم بيئة سالم يعني مسالمة، بيئة محبة، هذا كل المطلوب منك. فهذول اللي يضربون عيالهم ويشون كذا عشان يبون يخلونهم غصب يستقيمون أو غصب ما تتخيلين منال إيش كثر مسيئين هذول، مو بس لعيالهم للبشرية، هذول كثير مسيئين، كثير 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 مسيئين. إذا كنت أنت تضرب ولدك ولا طول الوقت تحبطه ولا طول الوقت تسبه، ولا أنت ليش جايب عيال، ليش جايب، أنت مضر لنا كلنا، مضر لكل البشرية. تجيب الطفل ما تستطيع غير أنك توصل الحب، بس ما تستطيع يعني إذا ما تستطيع توصل الحب it's okay، روح تبرع فيه إلى جهة كذا يتبنونه، أنت ما تصلح، ما تصلح تربية أولاد. إذا كنت تطقه تضربه تخانقه تقول له كلام مو طيب طول الوقت تحبطه ما أعرف إيش إيش تبي تنشئ لنا إيش في المجتمع. فهم هذه هم هذا اللي يقصدونه على فكرة، كثير منهم في التربية يعني يقصدون في التربية أنهم يبخون طول الوقت يضربونهم كذا. ساعة واحد في تويتر حاط ماشي قال ضرب مثل يعني يكون على باله زين يعني هذا المثل، طبعا هو مثل شامي بس ضربه أنه هو كأنه مثل خليجي يعني كذا، يقول في واحد زوجته اشتكت مدري عليه وطلعت بعدين وراحت عند أبوها، وراحت عند أبوها قالت هذا الزوج يضربني، أصلا شيء إذا الزوج يضربني روح المخفر لا تروح لأبوك يعني، بس عشان روح إلى قسم الشرطة يعني شين تضرب هذا لازم يتأدب قانونيا صح ولا لا؟ صحيح. فراحت إلى الأب فقام الأب وضربها وقال لها فسخي ملابسك، أفسخي ملابسك، أقول أفسخي ملابسك، بعدين ما قدرت تفسخ وراحت احتمت بزوجها. فشفتوا شلون هذه شنو المثل السفيه صح؟ فعلا دكتور. وأنا يعني خلي الزوج زي الأب هذا التعبان، شنو هالزوجة هاي اللي هذا هي تصر، هذا على كل الحكمة في الوطن العربي اليوم، هذا كلام الحكمة أنه يجب أن تكون صحيح بالطريقة وهالكاريزمك. فهذا هذه 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 التربية هذه يقصدون دكتور. احنا لازم نرجع لموضوع التربية هذا دكتور مرة ثانية، بس فعلا الحلقة خلاص على الآخر وأنا أمسك لآخر ثانية، ما جاوبنا ألف نجاوبه بوقت ثاني، نجاوبه بوقت ثاني. سعداء باستضافتك دكتور اليوم، ولنا لقاء إن شاء الله بالخميس. مشكور دكتور صلاح، مشكورة حليمة، مشكور فريق الإعداد، يعطيكم العافية. ما حتى ما عندنا وقت للختمة، مشكورين، نلقاكم على خير، والإعادة لا تفوتكم. مع السلامة. مع السلامة.